هلا والله بالشباب والبنات، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله الكل بخير. رجعنا لكم فيديو جديد ومقطع جديد. اليوم مقطعنا شرح عن شلون تحصل تسجيل دخول يومي مرتين باليوم او اكثر. كل اللي تحتاجه هو الاعدادات تبع الجهاز مثل ما جاي تشوفون. هسه انا مسوي تسجيل دخول، اوكي، مثل ما تشوفون الساعه 11 ومسوي تسجيل دخول. كل اللي راح نسويه راح ندخل على الضبط، راح نروح على الوقت الإدارة العامة التاريخ والوقت، راح نغير المنطقة، تمام، منطقة العراق راح نغيرها. كل اللي عليك انه انت تغير المنطقة اللي هي ابعد عن بلدك. مثلا هسه احنا انا بالعراق، المنطقة اللي بعيدة علينا يعني مو منطق مناطق دول مجاورة مثل ايران وكذا، لا، كن بلاد يعني بعيدة. هسه خلينا نشوف افغانستان، نضغط عليها، نروح على الامينة ونحدث. شوفوا مثل ما شفتوا طلع لنا تسجيل دخول اليومي. نضغط على البروفايل، نروح نعطي تسجيل دخول. مثل ما تشوفون الساعة صارت عندي بالوحدة، يعني تخطت ال 12 وانطانا تسجيل دخول. اوكي، ناخذ الإعلان، ناخذ الاعلان وارجع لكم. مثل ما تشوفون خلص الاعلان. نروح هسه على محفظتي، نشوف بعد ايش قد، بعد 22 ساعة، تمام. نرجع على الاعدادات، على الدول، ونخليه اوروبا، نشوف كم دقيقة. بعد 22 نروح على لحظة على اسبانيا، خليها كناي، ندخل. شوفوا بعد ساعتين، يعني بعد ساعتين مثل ما جاي تشوفون، بعد ساعتين همين اقدر اسوي تسجيل دخول. هذا بالنسبة الى تسجيل دخول يومي. اللي يفقد تسجيل دخول يقدر يعني باليوم يسجل اكثر من مرتين ثلاث مرات. شنو راح الاعراض اللي راح تتعرض لي بسبب هذا الشيء؟ ما راح تتعرض لأي شيء، بس مجرد انه انت تسجل قبل لا يجي اليوم التالي. مثلا هسه اليوم تسجل مرتين او ثلاث مرات، وبعد يوم او يومين ما تقدر تسجل، لان انت اكتسبت هاي وترجع الدولة للعراق من تخلص. ارجع يشوفون، نكتب العراق وترجعها، ترجع الساعة 11، تمام. من ترجع شوف مناجعت العراق بعد 14 ثانية ايضا، 14 دقيقة عفوا و 32 ثانية، تقدر ايضا تسوي تسجيل دخول. هذا بالنسبة الى تسجيل الدخول اليومي. اما نجي على المقالات في الويكيبيديا. هاي المقالات مثلا انت عندك مقالة سلمتها وانقبلت من احد القادة، لما انقبلت دخلت عليها مثلا هكذا. الحين مثلا نعطي إزالة، اوكي، اسحب الشاشة من اليمين، استطاع الكاتالونج، ندخل، بس خليه تفتح حتى اشوف وين المقالة مالتي، او هي بيا قسم خلينها. اوكي، مو هنا، هنا تعليمات عن التطبيق. تجي هنا تلقى المقالة مالتك، بس تطيها هاي، شفت شلون الهاشتاج تبعك، راح ترجع
تلاقيها بالصفائص هي الخاصة مالتك. شوف الشاشة شفتوها لقيتوها هنا. هذا كل ما يخص الويكايدا كيف تحفظ يعني منشور مثلا على الصفائص هي. مثلا هذا المنشور مثلا يعجبك او مثلا اسمه تعجبك تمام مثل هاي الاسمة، تضغط على ثلاث نقاط الفوق واحتفظ بهذا المنشور، تنتظر شوية بعدين تروح على البروفايل مالك، عندك هنا منشورات وحائط ومنشورات محفوظة، تضغط عليهن راح تلاقي المنشور اللي حفظته موجود عندك بصفحتك. اوكي، طبعا بالفيديو السابق اذا تذكرون شرحت عن شلون انشاء حساب. الحساب تقدر تسوي يعني بالامينو بدون ما تسوي بالجهاز، بس ما راح يكون موثق زين، يعني ما راح تقدر يعني هواي راح يطلب من عندك اشياء وما راح تقدر تسوي. فلازم يعني مطلوب من عندك انه انت تسوي حساب بالجهاز وبعدين تفعله بالامينو. هذا كل ما يخص انشاء الحساب. اما موضوعنا اليوم مثل ما شفتوا بالعنوان انه كيف تحصل تسجيل يوم باليوم مرتين، ومثل ما شفتوا تو حصلنا مرتين وبعد 11 دقيقة ايضا احصل تسجيل دخول الثالث. اما احصل او ما احصل يعني تبقى انت وبلد اللي عايش فيه. اكو بلاد تقدر تسجل اكثر من 3 مرات، بس احنا انا بالعراق اقدر اسجل مرتين او 3 مرات ما ادري، المهم تقدر تسجل مرتين باليوم او اكثر. تمام، شلون تسوي مدونة؟ تضغط اذا على الصفحة الرئيسية، هاي الصفحة الرئيسية هنا عندك القلم، بعدين تضغط على المدونة، العنوان تخلي العنوان اللي تريده، هنا أنا جوا تخلي البداية ترحيب وكذا وتبدأ بالموضوع اللي تريده. لما تضغط مرتين راح يطلع لك هنا هواي اشياء، العلامة الصح هاي من تكمل الاشياء اللي تضيفين تضغط عليها. عندك هاي هنا تخلي معرض الصور او يوتيوب او اي شيء انت اللي تريده، مثلا تسوي مشاركة مثل المقطع من اليوتيوب، تصميم لانمي او اي شيء تضغط هنا تمام، تدخل على اليوتيوب حتى طلعت لك هاي الكتابة عادي، ظل انتظر بسبب النت. اوكي، مثلا هذا جوجو تمام، مثلا تريد الشارك الانمي تنتظر شوية وتطلع لك هنا علامة الصح. اوكي عفوا، هاي علامة الصح، لما تضغطها تنتظر شوية راح يصير عندك هذا الشكل. هذا لا تحذف من عنده ولا شيء زين. نزل هنا جوا تمام، تضغط هنا أنا اي شيء هنا اكتب جو جو، تضغط مثل ما تشوفون راح يطلع المقطع كامل موجود بالمدونة تمام. اما شلون نسوي مشاركة للرابط من اليوتيوب، نحطه توقع على اليوتيوب، هذا اليوتيوب مثلا اي مقطع تريد تسوي له مشاركة، مثل هذا تبع سايتاما، تعطيه 3 نقاط، تعطيه مشاركة بعد ذلك تعطيه نسخ الرابط تمام. ترجع للمدونة تمام، لما ترجع للمدونة نزل هنا جوا تضغط تعطيه لصق، تعطيه مثلا معاكد تمام، تعطي ادخال. طيب لما تعطيه راح تعطي العين حتى تشوفه مثل ما شفتوا هنا جوا معك الساي تمام، اسف على الصوت اللي طلع قبل شوي. المهم تعطي هذن اللي بين القوسين، طبعا هسه بدي اشرح هذن شنو اللي يسوون. تغطي العين مثل ما جاي يشوفون معك السايتاما، تضغط على معك السايتاما راح يوديك على اليوتيوب وتشاهد المقطع بدون ما تنتظر
بالمدونة. إذا كانت ما فتحت عندك المدونة، أما إذا فتحت عندك المدونة تقدر تشاهده من الفنوسم أو المنتدى اللي أنت موجود به. المهم هذا كل ما يتعلق بالرابط، شلون تسوي له مشاركة وشلون تخلي مقطع بالمدونة مالتك كامل. نجي على هذان الرموز. عندك هذا أول رمز، مثلا لما تكتب لحظة، لما تكتب مثلا كلام، يعني كلام هواي بس يجي مثل ما تقولون مو حلو، يعني لحظة خلنا نشوف كلام، اوكي مثل هذا، هذا ترجع على المدونة مسودات ترجع عليها. اوكي لما نضيف بين قوسين، بين قوسين هاي تلاقونها لما تضغط على هاي، تضغط على الواحد واللي فاصلة بعدين انه بتجي سهم هاي، هذني القوسين تمام، تخلي بينات حرف الاس. حرف الاس شنو اللي يسوي لما تضع هاي الكتابة؟ تمام هسه خلونا نشوف هاي الكتابة، تمام خلينا نشوف هاي الكتابة بدون لحظة خلنا نحذف هذا المقطع. لما تخلي بس هيك الكتابة راح تصير عندك بهذا الشكل، شفت شلون؟ يعني سطر ورا سطر. بس لما تضيف لها، تضيف لها هاي بين الاس تمام، مثل ما جاي تشوفون شفت شلون صارت، يعني السطر الاول مثل ما شفتوا السطر الاول كامل والسطر الثاني صار جوا. اوكي هاي بالنسبة لهذا الحرف. نجي الحرف اللي بعده او بين قوسين اللي بعدهن اللي هو هذني، طبعا هذن راح تلقونهم بالوصف. راح نشوف هذن شنو اللي يسوون، مثل ما شفتوا قطع خط جوا الكتابة. طيب هذا اللي يساعد انك بالمدونة، تنسيق المدونة او تزيينها. هذا اللي بين قوسين الاربع احرف اللي هن كابتن لتر واسم لتر، راح يحطن لك كتابة كبيرة او كتابة ايضا خط كل ما يتعلق بال بهذا الرموز. اوكي هسا راح نجي على موضوع الصورة. تمام الصورة لما نضيف صورة مثل هنا، هاي نضيف صورة هنا مثل هاي الصورة نضفناها، شلون تخلي هاي الصورة غلاف للمنشور مالك او للمدونة مالتك؟ اذا خليتها بس هيك راح تطلع بس بالهذا زين، اما اذا ضغطت على الصورة اللي هي بصف الكاميرا وتضغط على القلم بعدين ضعها كصورة غلاف مثل ما جاي تشوفون، راح انشرها تمام. عنوان غير صالح، لحظة جوجل او اي شي مثل ما جاي تشوفون، راح تطلع تدخل على مثل ما شفتوا، خليها تفتح الصور صارت كغلاف. اوكي لما نعطيها تعديل، نعطيها ازالة من الغلاف، نعطيها صح اذا كان كلام هواي. اوكي هسه مثلا اذا ضفتوا كتاب هنا ما جاي تشوفون، نضيف كتابة جوا الصورة، فوق الصورة عفوا، لحظة نجيب اي كتابة او اي شيء نحرك تخلي استعادة مثل ما شفتوا صار الكتابة موجودة والصورة جوا. أما إذا أعطيت تعديل تعطي إضافة كغلاف. بالنسبة إذا هنا أنا مثلا يقول لك وصف مثلا تكتب أي شيء
الصورة جميلة، راح تطلع جول الصور كتابة. شفتوا شلون صورة جميلة؟ تمام، نطيها هسه صح. مثل ما شفتوا صورة جميلة طلعت لي. اوكي، راح احذف هذا المشهد لان ما له داعي من جهة الاشارة. صارت الساعة 12، نشوف راح يعطينا تسجيل لو لا. مثل ما شفتوا موجود الخروش بس ما مطمن تسجيل الخروج، ما اعرف شنو السبب صراحة. ممكن اخذ له والله انطانا الاعلان. اوكي، راح اخلص الاعلان. قول اعلانين، ما اعرف يمكن غلطت اكثر من مره فاصل عن اعلانين. اوكي، انتظر لين ما يخلص. اوكي، هنا نكون انتهينا او وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى انه من الكل يشترك بالقناة ويخلي لايك ويخلي تعليق حلو حلو. لوزر، والله هذا قمصني. اوكي، طاسة انت اعلنت خطأ. انطاني 21 بعد، ماكو مطفوش بعد. اوكي، اشوفكم بفيديو جديد او شرح جديد. Peace out. مع السلامة، كان معاكم أخوكم حد من قناة حد بطل العدالة. Peace out. والله طن 4 قروش بعد. اوكي، حلو.